السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو أصدقاء سوف نتحدث عن جميع الأحداث الموجودة معنا أساطير، وكذلك عن الحدث الذي نزل معنا اليوم وهو حدث يوم الموتى يا أساطير، سوف نشرحه بالتفصيل أساطير، دون أن ننسى الجليتش الخاص بحدث الهالوين أو حدث حلوة أو خدعة، فهنالك جليتش أسطوري أسطوري جدا يا جماعة، نزلته لكم في جروب الفيسبوك، يعني إذا لم تجده سوف تجده في أول تعليق. هذا الجروب أنزل فيه أي كود بشكل سريع يا أساطير، أي جليتش أنزل فيه جروب الفيسبوك، لذلك يعني أتشرف بانضمام أي شخص لهذا الجروب يا أساطير من أجل مساعدة بعضنا البعض. ومن دون أن أطيل عليكم، لا تنسوا يا شباب الصلاة على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لا تنسوا دعواتكم مع إخواننا في فلسطين، إخواننا في لبنان، إخواننا في سوريا، إخواننا في اليمن، إخواننا في السودان، إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، ولا تنسوا يا جماعة الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. خلونا ننطلق يا أساطير. أول شيء يا جماعة خلونا نتحدث عن إضافة مهمة، والله يعني ما أقدمه لكم من تسريبات، والله يلزمني أن أكون مطور للشركة يا جماعة. لاحظوا يا أساطير، تحديث المحتوى شكل الجليتش راح يتم إزالته يا جماعة، والله يعني من انضم لجروب الفيسبوك وشاهد الفيديو الذي وضعته سيعلم الجليتش وسوف يدخل مباشرة لاستعماله، لكن أعتقد أنه بمجرد أن تم تجريسها أمامكم يا أساطير، والله يعني حتى بدأت الشرح لهذه أساطير أضع لكم كل شيء بسرعة على جروب الفيسبوك، لأنني إذا أردت أن أضع لكم على يوتيوب فيلزمني وقت كبير، تقريبا فارق ساعتين يعني بين النشر على الفيسبوك والنشر على اليوتيوب، لذلك اسهل طريقه للتواصل فيما بيننا هي جروب الفيسبوك يا جماعه. وخلونا ننتظر حتى ينتهي التحديث يا اساطير، اعتقد ان الجليتش سيتم اصلاحه يا جماعه. اذا يا اصدقاء، بعد ان تم التحديث الخاص باللعبه يا اساطير، خلونا ندخل لاول نقطه ينبغي لنا ان نتحدث عليها. الم اقول لكم ان كل شيء اقدمه لكم سوف يكون رسمي؟ والمشكل ان كل شيء اقدمه لكم دائما يكون صحيح يا اساطير، لذلك كما قلت لكم يا جماعة بطاقة رافينيا أكيد سوف تكون معنا في فريق الأسبوع، والأكثر من ذلك أنني قلت لكم أن الأوفرات سوف ترتفع إذا تكرر نفس اللعب يا أساطير، لذلك الحمد لله لأنني نصحتكم أن تحصلوا على بطاقة رافينيا منذ مدة كبيرة يا شباب، منذ تقريبا أسبوعين، كذلك بطاقة ميسي نصحتكم أن تحصلوا عليها. لماذا؟ لأن هذه البطاقات من المحتمل أن يرتفع الأوفر أكثر فأكثر يا أساطير. لماذا؟ لأن أداء هذه البطاقات أسطوري جدا في الواقع، خصوصا أداء رافينيا يا جماعة، لذلك من يمتلك بطاقة رافينيا أو حصل عليها من هذا المكان فمبروك عليك يا أسطورة. هذه البطاقة أصبحت بأوفر 99 يا جماعة، خلونا نتوجه للتشكيلة الخاصة بنا حتى نتأكد يا جماعة. بالنسبة للبطاقة التي أمامنا فلا أنصحكم أن تحصلوا على ولا بطاقة من هذا المكان، العبوا المباريات جمعوا التوكن الخاص بكم، العبوا هذه المقابلة يا أسطورة لأنها تتضمن 100 نقطة من هذا التوكن، حاول أن تلعب دائما على المستوى العالي يا أسطورة. كذلك هذه المباريات الأساسية ينبغي لك أن تلعبها بشكل كامل يا جماعة، 4 مقابلات. إذا لم تعرف طريقة الانتصار سوف أترك لك هذا الفيديو حتى تنتصر في هذه المقابلات بسهولة يا جماعة. خلوني فقط نتأكد من بطاقة رافينيا يا أساطير، هل ارتفع الأوفر الخاص بها أم لا يا جماعة؟ لا والله، والله ارتفع يا أساطير، شكلها راح يكون بديل لميسي. لماذا؟ لأن رافينيا أسرع بكثير من ميسي، وأنا أحب أن ألعب باللاعبين السريعين يا أساطير، لذلك معنا بطاقة رافينيا أصبحت بأوفر 101. في الأسبوع القادم إذا تكرر نفس اللاعب وكان هو نجم الأسبوع رسميا سوف تصبح هذه البطاقة بأوفر 100 يا جماعة. يا رب يا رب أن يكون كل ما أقوله لكم صحيحا يا جماعة. كذلك يا إخوان لا تنسوا الدخول لحدث كرة القدم من أجل استلام بطاقة غريزمان يا أصدقاء، نسيت أن أقدم لكم هذه البطاقة، كذلك سربتها لكم بالأمس أساطير، من يتذكر الفيديو الخاص بالتسريبات؟ ما عليك سوى الدخول لغريزمان كما تلاحظون بأوفر 96 أساطير. إذا لم تستطع الحصول على هذه البطاقة ما عليك سوى أن تغير لغة اللعبة إلى اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، وسوف تحصل على هذه البطاقة بشكل مجاني بأوفر 96 أساطير. فتقريبا كل التسريبات التي أقدمها لكم تكون رسمية، هذا فقط من أجل إفادتكم يا أساطير. الآن خلونا ننتقل للنقطة الموالية وهي جليتش الحدث الخاص بحلوة أو خدعة يا جماعة. هذا الجليتش نشرته لكم على الباكر يا جماعة في جروب الفيسبوك يا شباب، كما تلاحظون كان ما عليك سوى أن تضغط على الباب المفتوح هذا الموجود في الأسفل على اليسار وتضغط عليه، وسوف تحصل على التوكن الخاص بك، وسوف تجد أن هذا الباكج قد فتح معك وسوف تحصل على لعب من هذا المكان. أعتقد أن أغلبكم قد عمل هذا الجليتش يعني من دون حتى أن يلعب هذه الأماكن يا جماعة، بالتالي مبروك على أي شخص عمل هذا الجليتش يا أسطورة، لأنك سوف تفتح هذا الباكج بسهولة يا أسطورة، ولو أننا ملزمين أن نفتح كل هذه الباكجات حتى نستفيد من الهدايا الموجودة فيها، من جواهر، من كوينز، حتى من بطاقة مسكران الموجودة في هذا المكان، لكن على العموم حتى نسرع ونحصل على هذا الباكج بأسرع طريقة يا شباب. بالتالي حتى القسم الثاني نزل بنفس الطريقة الخاصة بالساحة يا شباب، بالتالي أصبح هذا الحدث ممل بشكل كبير يا جماعة، أعتقد أن يتم تحديثه، ولكن على العموم أعتقد أن حدث الحلوى أو خدعة سوف يكون كذلك من بين أسوأ الأحداث التي سوف نلعبها يا أساطير. وخلونا الآن توجه لسجلات الأيقونة ومعانا بطاقة
كما سربت لكم بطاقة كاكا وكذلك بنفس الأوفر الذي سربتها لكم يا جماعة، ستكون معنا بطاقة كاكا بأوفر 99 في مركز الكام. كي تحصل عليه بأسهل طريقة، ما عليك سوى التوجه للصفحة الرابعة وتلعب هذه الأربعة مباريات بسهولة تختمها، وسوف تحصل على بطاقة كاكا من دون حتى أن تلعب الصفحة الأولى والثانية والثالثة. بالتالي هذه البطاقة سوف تكون معنا مجانا كما سبق وسربت لكم في الفيديوهات السابقة. كل البطاقات التي سوف تنزل معنا في هذا المكان، بطاقة دونوفان، بطاقة ماتويدي، بطاقة الخاصة بي أوان يا جماعة، والبطاقة الخاصة بي بيكام يا أساطير، بطاقة بيكام بالنسبة إلي من المحتمل أن تنزل بأوفر 100، هي البطاقة الوحيدة التي من الممكن أن تنزل بهذا الأوفر. لكن على العموم خلونا الآن ننتقل للنقطة الموالية أساطير، وهي الخاصة بيوم الموتى أو داي أوف موارتوس يا جماعة. فهذا الحدث سهل جدا يا أساطير، كيف سوف نلعبه يا جماعة؟ هذا الحدث مدته أسبوعين يا شباب. ما الذي ينبغي لك أن تفعله؟ ينبغي لك أن تشاهد هذا الإعلان مرة كل يوم يا أساطير، كذلك تحصل على توكن من هذا المكان مرة كل يوم يا جماعة. هذا التوكن هو الذي سوف يمكنك من لعب هذه المقابلات يا جماعة. بالنسبة لكم يا أساطير، أي شخص يمتلك بين أوفر 100 أو 400 أو 5 فما أعلى، أنصحه أن يلعب الهجوم التنافسي لأنه بسهولة سوف ينتصر في هذه المقابلات. إذا فزت في هذه المباراة سوف تحصل على 50 توكن، أما إذا تعادلت سوف تحصل على 20 توكن، أما إذا خسرت فلن تحصل على ولا شيء. أما بالنسبة للأشخاص الذين أوفرهم 100 و 3 فما أقل، مثلي أنا شخصيا سوف ألعب الوجه لوجه. لماذا؟ لأنني يعني أعرف طريقة الفوز في هذه المقابلات. بالتالي يا جماعة، إذا انتصرت في المباراة سوف تحصل على 60 توكن، وإذا تعادلت سوف تحصل على 30 توكن يا جماعة. بالنسبة للفارق بين كلا النمطين ففقط 10 توكن يا جماعة، لذلك إذا كان أوفرك عالي 100 أو 4 فما فوق أنصحك أن تلعب الهجوم التنافسي، لكن إذا كان أوفرك أقل حاول أن تلعب الوجه لوجه. أما إذا كنت مبتدئ بشكل كبير في اللعبة أنصحك أن تلعب في مواجهة الكمبيوتر، ولو أنك سوف تحصل على 15 توكن يا جماعة. أما بالنسبة للطريقة الثانية للحصول على هذا التوكن، كما قلت لكم تحصل عليه مرة واحدة كل يوم يا جماعة. أما إذا أردت أن تختم هذا الحدث بشكل سريع، ما عليك سوى أن تشتري التوكن من هذا المكان من خلال الجواهر الخاصة بك، فيعني لن يأخذ منك جواهر كثيرة. يعني إذا أردت، استمع جيدا، إذا أردت أن تختمه بشكل سريع، هو على العموم بهذه التذكرة الواحدة كل يوم سوف نستطيع تختيمه، لكن على العموم إذا أردت، يعني إذا لم تجد ولا شيء تفعله في اليوم، أنصحك أن تشتري البطاقات لكن تشتريها بالجواهر وتلعب المباراة الخاصة بك وسوف تختمه بسهولة. أما بالنسبة لهذه المهام، هذه المهام سوف نختمها بشكل تسلسلي يا جماعة. أول مهمة أن تضع 3 لاعبين من هذا الحدث في التشكيلة الخاصة بك، فهذا سهل. إذا سألتني كيف نحصل على اللاعبين الخاصين بهذا الحدث، أول شيء سوف تكون معنا بطاقة خاصة بكامبوس في هذا المكان، سوف تكون مجاني للجميع بأوفر 100 أو 2. خلونا نتفقد هذه البطاقة من خلال الطاقات. 3 نجوم مهارة، لا والله سوف أخرج بسرعة يا جماعة. ماذا سأفعل بلاعب بثلاثة مهارة والمشكلة أنه 4 نجوم في قدرة التحمل؟ لكن على العموم حتى نختم هذه المهمة، بطاقة كامبوس سوف نحصلها مجانا وبسهولة، أعتقد سوف نحصلها في أول أسبوع فقط يا شباب. كذلك معنا باكج في هذا المكان يتضمن لاعبين خاصين بحدث يوم الموتى. الآن أصبحنا نمتلك لاعبين، بالنسبة لهذا الباكج لا يتضمن لاعبين هذا الحدث، بالتالي تبقى لنا لاعب واحد. من أين سوف نحصله؟ ما عليك سوى أن تتوجه للمتجر يا أسطورة، وسوف تجد هذا الباكج الخاص ب 3000 جوهرة. لو فتحته على الأقل 3 مرات سوف تستطيع أن تحصل على 3 لاعبين مضمونين من هذا الحدث، تضعهم في التشكيلة الخاصة بك وسوف تحصل على أولى المهمات يا أسطورة. لكن على العموم سوف نحصل لاعبين من المسار، وسوف تفتح هذا الباكج مرة واحدة حتى تحصل على اللاعب الثالث. بالتالي أنهينا المهمة الأولى وحصلنا على 500 ألف. بالنسبة للمهمة الثانية فما عليك سوى أن تحصل على 10 حزم من الحزم المجانية الخاصة بهذا الحدث. أين سوف تجدها؟ سوف تجدها في هذا المكان. سوف تتوجه لأهم الأحداث، ثم سوف تجد معك هذا الباكج المجاني، هذا الباكج الموجود في الأعلى كما تلاحظون، هذا الخاص بحزمة يوم الموتى. هذا الحدث بمجرد أن تحصل يوميا على هذا الباكج بشكل مجاني سوف هذه لما يعني 10 أيام سوف تحصل على 1000 جوهرة من هذا المكان كما تلاحظون. أما بالنسبة لآخر مهمة وهي أن تكمل هذا المسار بشكل كامل، يعني ما عليك سوى أن تحصل على كل هذه الجوائز، وسوف تفتح معك الجائزة الأخيرة عبارة عن بانر يا جماعة. لكن على العموم هذا الحدث بسيط بسيط جدا يا أساطير، وسوف تتقدم في هذا المسار كلما حصلت على التوكن من خلال فوزك في المقابلات الوجه لوجه أو الهجوم التنافسي. خلونا فقط نتأكد كم يلزمنا من التوكن حتى نحصل على البطاقة الخاصة بكامبوس يا جماعة. سوف يلزمنا 85 توكن يا شباب، فبشكل بسيط سوف تحصل فقط على، يعني خلونا نشوف، تشتري 5 تذكرات وان تنتصر في كل مباراة فقط ب 1000 جوهرة أسطورة، وسوف تلعب اما الوجه لوجه او الهجوم التنافسي، لكن بشرط ان تنتصر وبسهولة، يعني فقط انتصر في مقابلتين وسوف تختم الحدث بشكل كامل يا أسطورة. لذلك اعتقد اني شرحت لكم هذا الحدث بشكل كامل يا جماعة. بالنسبة للقسم الثاني الخاص بهذا الحدث فهو عبارة عن معرض للاعبين الموجودين في هذا
الحدث يا جماعة. ولو أنني لازلت عند كلمتي أن هذا الحدث سوف يكون واحد من بين أسوأ الأحداث الموجودة معنا، ولو أنه بسيط إلا أن الشيء الممتع في هذا الحدث هو أننا سوف نلعب مباراة أونلاين فيه يا جماعة، يعني في مواجهة خصوم حقيقيين. بالتالي أعتقد أنني قد وضحت لكم كل شيء موجود معنا في الحدث في الأحداث النازلة. نسيت لكم شيئا مهم آخر وهو أن قد فتحت معنا مباراة أخرى في هذا المكان، أعتقد أنها سوف نحصل على مكافأة ب2 مليون يا جماعة. خلونا نتوجه للقسم الرئيسي. نتوجه للقسم الرئيسي، نعم هذه المقابلة بمجرد أن تنتصر فيها فقط في مواجهة الكمبيوتر سوف تحصل على 2 مليون مجانا يا جماعة. بالنسبة للقسم النهائي تبقت له فقط القليل حتى يفتح معنا أساطير، كذلك في قسم التصويت تبقى فقط 5 أيام ويفتح معنا هذا القسم حتى نحصل على الجوائز الخاصة بنا يا جماعة. أما بالنسبة للمهمات اليومية وكذلك المقايضات فلا جديد يذكر فيها يا شباب، لذلك أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح لكم كل شيء موجود معنا في اللعبة. لذلك لا تنسوا يا جماعة الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، لا تنسوا التوجه لجروب الفيسبوك حتى نتحدث بشكل كبير فيه يا جماعة، وشكرا لكم على المشاهدة.